سلام هذه باليمين الله لا دخلت عليا وهذه يد الامس درهم شنو بغيتي يا صاحبي المقلب اللي دات ماما في بابا صايحة خبز كيد تحطم كاع في النهار نقولوا لك عطيناه 100 درهم ما عنديش وتقولي عليا باليمين ما عندي ودوي الزمان انت شتيني دابا وليدي هادشي ناقص يا زيد فلوس اويلي اويلي اه جايك دابا صافي دابا ما كاين حويجاتي ان شاء الله هوج انا فمعك ديما صاحبك المفاجات الله يعطيك صحيحتك والله يخليك لينا بارقة اهلا وسهلا اخوتي وتبارك الله عليكم الله يحفظكم اليوم ونجيكم الاغلبيه في لي كومونتير كيقولوا لي حشوم عليك اشرف علاش اشرف درتي لباباك هذيك الماكينه درتي لها بحال هذيك الحاله وخليت ولا حطيت له التهمه وخليته تلاقى هو ماما قد قد على كل حال اخوتي كيف ما كتشوفوا دابا من بعد ما عطى بابا 1000 درهم لماما وقال لها سير لاله جميله شري ماكينه الصابون كمل لهم سلم على حبابنا بعدا السلام عليكم اخوتي ديالي كيف درتي صحتكم محمس وانتم كتشوفوا كيف دارت هذيك الماكينه انا مخرجه منه هذه دابا خوتي اللي بغيت نقول لكم انا دابا هذيك ال1000 درهم اللي عطاها بابا لماما انا بغيت نعرف شنو غتشري واش ماكينه الصابون ديال لي جوي ولا شنو هو على كل حال من بعد ما عطى هذاك ال1000 درهم مشيت عند واحد الصديق ديالي تحيه ليه في هذا المنبر جبت هذه الماكينه الصابون بون اوكازيون وخفيفه ما فيها حتى شي مصران لداخل والو خاويه الا بغيتي نطلع عليكم من التحت نطلع حتى خاويه الوغ خوتي كيف ما كتشوف من بعد ما جبت هذه الماكينه الصابون الخاويه وما فيها حتى شي حاجه لداخل باش تجيني خفيفه عيطت لماما قلت لها هبط عندي هالماكينه الصابون ديال 1000 درهم اللي غنقولوا بابا على اساس جبناها بون اوكازيون نشوفوا رده الفعل ديالهم ما غنطولوش عليكم وخليكم معنا السلام عليكم سلام سلام على رسول الله الى جا الى جا سيدنا محمد الله ما جينا لي واخيرا اخيرا ما كان سعوده الله اللهم وعاد سعوده والحمد لله الحمد لله شنو ماكينه الصابون هذه الباكه متعوسه علاش شنو هادي واش هادي ماكينه الحمد لله شنو كيدير مكرف بحال هذيك اللي بالضبط هي واش خلصت حنا الشمس قراطه ودابا كتقول لها شنو هاد الماكينه شو 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 كانت اخرى بحال هادي عندي شضايا هادي باليمين الله لا دخلت عليا الكوزينه علاش الله هاري واش انا شنو اللهم هادي ولا تفرك بيدا حنا وحده مفلسه اقسم لك بالله العلي العظيم جيب لي سيف جيب لي سيف واعي ما تقصرش ما تقصرش خلي الحنو تبارك الله شو 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 وفينا هما الفلوس اللي عطيتك وهذه ديال 1000 درهم شنو بغيتي يا صاحبي وهذه ديال 1000 درهم علاه عطيتها 1000 درهم هي قالت لي شحال ما عطيتك 6000 درهم وهي واش زعما شنو بغا وراه 1000 درهم ما كاين الصابون روحو فوق 5000 درهم انا 6000 درهم ما خداتش 500 درهم ماركه ديال الفن حتى انا نجيب لك انا الماركه اللي بغيتي في الدنيا ولكن لا 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 الزبل ماشي وماشي وجهك والله ما وجهك والله الا صحنا تفرح والله ما تقدر لي يجي عندك يدخل لكوزينك يشوف عندك هذه الماكله لا لا جميله فهمتيني والله ما فهمت بابا انا صدمتيني والله انت صدمتيني منها اقسم لك بالله انا صدمتيني عرفتي علاش راه عرفت تشوفها بابا شوف الشمعية اللي ولي ولي ولات فيا الريحة هذا شمعية انت شريتها اه دخل هذه الباك على انا خدت جهدك يا بابا ما ناخذش وعلاش قلتي لها هاد 1000 درهم شري ماكينة لا قلت لها علاش بدا لها
قلت لها وماما زادت 40 قلت لك علاه لا ما تكذبيش عليه لا زادت ماما 600 درهم 12000 ريال العبه هذه 32 بابا اوتوماتيك واش كتصحاب لك شركه والف قلت لها تمشي تجيب صاحبي بغيتي ماكينه معقلها واش 5000 درهم قول لها زيد 5000 درهم البانيو والفكاكه لا وانا ما تعذبوش انا بصح ولا كنجي وما سمح حتى شكرا ولا انا ما غاديش نعجبني الحال هكا كنعرف اللي كيدوي كيكون سيدي مولاي وتدخل الروينه وصاحبي هذاك الشاف الفضولي بيجالتو علاش الشاف الفضولي والله يعطيني العمى بابا الا قلت لك هذا هو مسكين الجميل ديالو بابا تقول الله يرحم عليك ولدي تبارك الله عليك وكان سفيان معاه والله لا خلاها تحط يديها في ذاك الزبل بابا ودابا راه عندها 12000 ريال وانت 1132 شنو بغيتي؟ نخليها في جيبتي نجيب الله يرزق ونزيد عليها وهي شنو تبدا هي تجلس انا كنصب زمان لا صافي صافي ماما عيات بابا صافي دابا دابا قضي وبادي حتى ان شاء الله يجيب الله يجيبك الله تيسير شي 5000 درهم وحطها فوق الطابله جردها بنيامين والله لا دخلت هذيك عاديه للدار سير الزعب والله يلاه سير الزعب اجي ما كتدخلش للكوزينه تلقاني جالسه كنفرك بيديا ومزيانة ومني خسرتنا الماكينة عييت ملي خسرتنا وعييت خسرتنا الماكينة إيوا الله يرضيك ما تبقاش ديباني بهادي على ما يجيب الله التيشيرت أشرف وما تبقاش قول لها وزق لها تبقاش حك مع باك حنايا دابا هي شنو غتعطيني الحل ما قال لك والو قال لك عييت امي انت كتصب بيديها قلت بالله لا دخلات وهذه صافي بابا ما تزيدوش عليه كلمه صافي عرفتي شتير غادي تزيد مستراسهم الوالدين صافي شوف نلف على الكل فين هي 8000 ريال اللي قلتي لي غنزيد بابا زيد الفلوس راه دابا ها هي 1000 درهم غتولي هي حاطه وانت 1000 درهم عطيتيها زيدها تزيدها 4000 درهم هي 6000 درهم لقينا ما كاينش زويونه هذه مزيانه يلا زيدني 4000 درهم على 1000 درهم عطيتي هي 5000 هي تزيد كمل لي 1000 درهم هي 6000 درهم صافي هذه مخيره مازال ان شاء الله واحد الشهر ولا شهرين تزيد تعاوتاني تصب البيديدات على ما نجمع يلا سير الله يرحم والديك بارك الله فيك شكرا ودوي معاه ودوي معاه ولدك اللي تقول له اللي تيقول لباي زيد 4000 درهم شوي معاه شنو فيها؟ ويلي ولا ماكينتك اخويا علاش ماكيني انا؟ انا ماشي ماكينتك ها ماكينة جديدة راه ب 160000 ومليون لا هذيك ديال 120 يا ربي تعطيها صحيحتها ونعطيها زيق وغادي تكمل عدد 100000 وتاخذ ديال المليون ان شاء الله كاع ديال 12 كيلو مالنا ودي 12 كيلو عندها الكرشه شنو بغينا بها حنا بركه هذه ها هي ديال شحال 8 كيلو الله يجعل شي بركه صافي صلوا على النبي تمالك صلوا على النبي هذيك الهريسه اش عندك في الطوق لا الدواء تدير الدواء في قلب الماكينه صافي مزيانه اجي واش انت مالك الكاس ديال فيه شنو فيه؟ كيفاش شنو فيه؟ وقلنا لها هذيك الهريسه دي ديال امها غدي وديها وديها الفلوس حطان حطان ديالها تمايا غادي تدخل ناس غادي انا ما نقدرش دابا نرجع عند السيد ما غنقدرش نرجع عنده نقول له ها فاك رجع لي والله لا دخلت عليا والله لا بقيت معاكم كاع يلا وطلصوا ما تتحشموش ولي والله راه شي العظيم واش عمرك دخلتي الزبل ديال الدار ديالك وتتزمر وتتزمر مني خلي الدار وخلي يخدم وقعد تمشي تكون ماكينه صاحبي خليها وين يجي خليها يجيو العائله والناس وداك الشيء ولا فاني يشوفوا عندها ماكينه ديال خرج واحد من يدك كتغطى كتولي كتبان كتبي ماشي اخوانيه هذيك دير لها من يدك كيك واش اخوانيه دير لها من يدك المهم اخوتي اللي بغيت نقول لكم خليكم معنا ان شاء الله باذن الله من بعد ما غتمشي ماما مع سفيان حسن خدام في العشيه غادي يمشيو ان شاء الله للسوبر ماركت وغادي يشوفوا تيتسنى فينا في ماركت المهم اخوتي ما غاديش نطول عليكم خليكم على فيديو ليتس جو في النهار نقولوا لك عطيناه 100 درهم ما عنديش وتقولي عليا باليمين ما عندي ودوي الزمان انت شتيني دابا وليدي انا ما فهمتكش لا دابا هاد سميتو هاد الماكينه تصبين ماشي يا وليدي مهمه ايوا وحوايجنا اخي ما كاين تصب بيدي عييت خليك لي عييت يا ولدي اسبقتيني كنت غناخذ هاد الكانه والله الا سبقتيني ماشي مشكل باقي الايام وعاود خذ لنا التلفاز وخذ لنا شي حاجه ان شاء الله باذن الله باذن الله يلا هاي هاي نحسب لك الامان احسب لك هادشي ناقص سير زيد فلوس اويلي اويلي اه زايد سير زيد فلوس اه زايد لا ما زايدش اماما والله الا زايد شيخ حبايبي الناس زوينين لاباس عليكم كلشي مزيان صحتكم لاباس الله يحفظكم الله يخليكم لينا كاملين
شغن نقول لكم من بعد المقلب اللي دات ماما في بابا صراحة مسكين تحطم كاع سورتو اللي شافها في لوكازيون ولا علاقة وكفس من هذيك اللي كانت عنده ما عجبوش الحال. ايوا كيف قلت لكم وانه الوالدة ديما سبحان الله من الصغر معلمانا واحد الحاجة هي انه ديما كدير مفاجآت للسقة هاي كاينة ولا لا خالص؟ سبحان الله خرجنا ليها احنا سبحان الله هاد الفيس دارته فينا بغات تقول لك حمزه هي كدير لك المفاجاه الله يطال الخير صراحه عندها الحق حتى حنا خرجنا عيننا كبيره بحال ماما كنبغيو الحاجه الكبيره تنبغيو احسن حاجه كنبغيو زعما الحولي اللي يكون ورث ديال السوق وكيف كتشوفوا احبابي صراحه العيد قرب يدخل عليكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتوا حنا كنبغيو الحاجه زعما كبيره وداك الشيء هكا كيفاش رباتنا الوالده ولله يخطيكم احبابي وتبارك الله عليكم شو اللي بغيت نقول لكم وانه بغينا نديرو سوربريز للست طاهر ان شاء الله باذن الله شناهو ناخذو له ان شاء الله باذن الله نخليوها سوربريز غادي نفاجئوها تكون مفاجاه واعره حيت مع الصراحه صدمات وماما في المقلب اللي مسكين باقي له شويه ويقول لها شوف ديك المعيوره ديالو العجيبه عطيني رزقي قال لك عطيني 20 فريال ديالي ودابا بغيت وديك 20 فريال سولوني كيفاش عطاها له غسيل الفندق ديك هادشي الله يشوف الله يحسن العوان الله يحسن العوان وقول لهم ما يجيب البهاني والفراكه ويبدا يفرك الله يحسن العوان صراحه الوالدين فاش كيخرجوا التقاعد وكتولي ديك الخليصه على قد الحال ما كتحيد بها لا تخيط المودو الويفي وهادشي اه اجي ولنا ولاو يتقداو الراسهم اجينا اجينا انت واختك يلا يجمعوا عليك 5000 درهم شوف السله شحال عمره تيهزو ويحطو يا خويا 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 اش كديري انتيا اش كديري اللي بغات تاكل كل عندي شمكيرات هاد البنات هاد الواد الله يحفظهم الله يحفظهم سكر خرجناهم بزز اجا بابا اجا بكيو بحوايج لا والو بزز خرجناهم ما كناش عوالين ما كناش عوالين ماما قالت لك والو هي دخلنا لهنا وهي تقول السيده جي عطيني احسن ماكينة الصابون عندك يلا نفطيك كامل كتشكي علينا نصاري كتشكي علينا عينها كبيرة ميمة بقات تقول لهم أحسن ماكينة صابون وإن شاء الله العقوبة العقوبة ولا العقوبة لحاجة أخرى وهذه الماكينة اللي هي زوينة الصراحة كتصبن وكتنشف بلا فابور وداك الشيء شي حاجة اللي زوينة يعني حيدة من الماكينة كاع على القول بس الحمد لله الحمد لله إوا اللي لا يخطيك الله خوتي وخليكم مع الفيديو تتم إن شاء الله بإذن الله كيفاش ردة الفعل بابا غادي تكون وبيزو ليكم ليتس جو تبارك الله على الحاجة جميلة تبارك الله عليك دابا أنا حوايجي ما بقيتش نديهم مصبانة حتى خوتي قسما بالله على حوايجي كاملين كيمشيو مصبانة ولا مسكينه نعيمه كتصوبهم ليا ناضي الله يعطيها صحيحتها والله يحفظها ملي خسرت منين خسرت الماكين ايوا دابا السي الطاهر ما كنصبنوا الكلب يدينا والله الا انا ونعيمه يدين لي الدار هي يا ونصبنوا لك ونشرو ويو و كل شيء مزيان دابا صافي دابا ما كاين حويجات ان شاء الله وجهها 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 بلاتي بلاتي فين السي الطاهر؟ ايوا لاباس عليك؟ والله يحفظك نايم حطة حطة دونجي لا توحشت ويلي 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 الله يحفظك الله ينورك شكي كيف شكي كيف شكي كيف شكي كيف انا صنعك ديما صاحبك المفاجآت الله يعطيك صحيحتك الله يحفظك لينا بارك تبارك الله عليك واخا داك المعاونة ديالي ماشي قد ديالك عندك تدوي على ديك المعاونة الله تبقي ستك شنو كانت كتقول ميمة الله يرحمها الله يبقي ستك لا لا ما تعيقش عاوتاني لي فري ديالي بوحدهم ولكن انتي تبارك الله تتوفق ولكن ديما فلوسك نجبد لهم 16 نجبد لهم 16 الحمد لله ولكن شوف انا نجبد لهم 16 صراحة انا عفتي والله الا منك ماما منك ما ناخذ له والو علاش نقول لك علاش شفتي الباح شنو دار؟ لا وعصبوني واش دخلنا عليك بالله وليدي واش عمرنا حنا دخلنا شي حاجه اوكازيون للدار ما كاينش جديد وشي حاجه اللي بالوجه ديالها تطفرع الطير ودابا حنايا قلنا له كنضحكوا معاك وحنا غنمشيو نديروا لك واحد المفاجاه لا وهو باقي حتى كان تيغوت تنقولوا له غير اسكت وهو لا عطيني ترزقي كيقول لك عطيني رزقي عطيني رزقي اللي عطيتك يلا 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 لالا بدالي بالحوايج الصغيرة يلا ماشي ولكن اجي بابا
بغيت اجي تسد ليا واخا ولدي شفت نحلوا الكاطونه ونشوفوا ان شاء الله واش فيها تاع حاجه باذن الله. يلاه سيدي هاك لا فاكتور سي تاع الشيف جيبكم كلش ملي بقات هذيك عطيها لامك تخبعها هي اللي مكلفه باللي فاكتور والمسائل كلش شويه وبدا تقول لها عرفتي ونسمعك دابز معاها يا بابا. لا ابدا ابدا اوه ويلي كل شيء غنبدا تفكك في الماكينه. يلا سير وليدي عطيتي صافي بنت خلا تعطيك المقص ولا هكا او اش كاين كاين من احسن من الحاجه الجديده ها شوفوا حلو السيدي 9 كيلو شحال فيها 9 كيلو ديال الحوايج و6 كيلو ديال التنشاف اها اللي كتنشف ولا ماك ال جي لا ماك ال جي اي ويلي 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 والله يحفظك وينجيك شي خطي اوتوماتيك واش نقول لك هذه التليفون تبات اي ولا لا تصنا فيها حويجاتنا والله سبحانه وتعالى يغسلك من جميع الذنوب الحمد لله والله يجعل مأواك الجنة الحمد لله ويحفظنا وليداتنا كاملين وحنا الله يعطيهم حتى هما عطيه كريمه شي حاجه تنديروا بوجههم الله يرضي عليهم الله يرضي عليهم كلهم امين الله يرضي عليهم وتبارك الله عليهم وكنطلبوا الله كنطلبوا الله نبقاو تنشوفوا وليداتهم وليدات وليدات ان شاء الله ان شاء الله حتى حاجه ما بعيده حتى حاجه ما بعيده عن الله عجبك 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 هذا الدعاء هذا سي حتى حاجه ما بعيده وليدي ان شاء الله ان شاء الله تنطلبوا لك فضايق ونأتوها ونصوبوها ان شاء الله اي والله يحفظكم والله ينجيكم والحمد لله تنسلم بزاف على لي فان ديالنا وتا هما الله يفرحهم باي أمين. حاجه تمناوها في خاطرهم وشكرا يلا تبارك الله عليكم. ما تنساوناش الحباب ديالي كيف كنقول لكم دائما ديك الصبيه شوف لي كومونتير ديال بلا ما تدوي انستغرام ديال الفن زوينين صراحه واللي خايبين هذاك الشيء ما تديوش عليهم حنايا الله يحفظهم الله يحفظهم يلا تبارك الله عليكم والله يحفظكم السلام عليكم.